اليوم رانا فرحانين عندنا الارض الوطن ب 6 ميداليات ذهبيه وخمسه برونزيه، صافي بليزير يعني فرحنا الشعب الجزائري ورفعنا الرايه الوطنيه خاصه في باريس. قدموا الشكر الجزائري لكل الشعب الجزائري اللي ساندنا وقف معنا، والجاليه الجزائريه اللي موجوده في فرنسا اللي كانت واقفه معنا. التتويج هذا ما جاش بالسهل، جاء بعد عامل كبير مع ستاف تكنيك وستاف ميديكال وبعد جهد كبير تاعي هنايا اللي كما يقولوا كنا طريني صباح وعشيه وثابرت وعييت الحمد لله، والشعب هذا اللي كان مورايا الشعب هذا والناس اللي كانوا طريني معايا بارك الله فيهم. كان عندي هدف اني توجور حبيت نقدم حاجه للبلاد تاعي، يمكن ربي سهل لي هذه المره في باريس 2024 وين قدرت نحقق يمكن حاجه اكسبسيونال، اني رفعت النشيد مرتين ميداليتين ذهبيتين الحمد لله، بلادنا دارت فينا كونفيونس الحمد لله، اليوم رجعنا لها ولو نسبه قليله من لا كونفيونس اللي دارتو فينا الحمد لله. انا فرحان اليوم والحمد لله شفنا اولادنا مع ميداليتين ذهبيتين، صافي ان غرون بليزير. كانت عندي اول مشاركه للجزائر في هذه الرياضه، يعني انك تشوف العلم تاع الجزائر مرفوع مع دول يعني عندها سنين وسنين من الخبره في هذه الرياضه، يعني الحمد لله هذا شيء يشرفني انا اولا ويشرف الجزائر. بعد منافسه شرسه كما تعرفوا الالعاب البارالمبيه هي اعلى مستوى والذروه اللي تلحق لجميع المنافسين والرياضيين، الحمد لله تمكنت من تحقيق هذا اللقب. اولا حققت الهدف تاعي، وثانيا رفعنا الرايه الجزائريه في سماء باريس. جد فخوره يعني بميداليه ذهبيه وتحطيم رقم اولمبي جديد، ورفعت الرايه عاليا في معالي باريس، هذا شرف لينا احنا كرياضيين ذوي الهمم. الحمد لله التتويج كان في قمة أولمبية فوت في باريس، الحمد لله على كل حال حققنا ميدالية برونزية. الفضل عند ربي سبحانه اللي توجنا بهذه الميدالية بعد تعب كبير، كنا نتعبوا ونعاني مع لي زونترينمون والحمد لله يا ربي، وزيد اللي كانوا واقفين معنا ويدربوا فينا بارك الله فيهم، جميع المدربين اللي وقفوا معايا يعطيهم الصحة، وكامل الشعب الجزائري يعطيه الصحة اللي كان معنا لآخر لحظة الحمد لله يا ربي، كان تتويج بطعم الذهب. والحمد لله قدرت أني نطلع الراية الجزائرية في سماء باريس، وهذا كاع يعود هذا الفضل ربي سبحانه، والدي اللي عطاوني كامل الدعم والقوة، وبنتي ثاني وخياتي وكامل الناس اللي حبوني اللي كانوا واقفين ورايا.